للدوري الانجليزي الحقيقه، وتحديدا مع بيب جوارديولا طبعا مدرب المان سيتي اللي توج الحقيقه بجائزه افضل مدرب في موسم 2021 في الدوري الانجليزي البريمير ليج. وطبعا ده يمكن ثالث سيزون بيحقق فيه لقب الدوري مع المان سيتي، اخفق صحيح في الحصول على دوري الابطال بعد ما كان الاقرب والاكثر ترشيحا. لكن كره القدم طبعا زي ما تعودنا ما بتعترفش بترشيحات، لكن في خلال اربع مواسم قدر انه يحقق ثلاثه بريمير ليج، ونتكلم على واحد من اقوى الدوريات ان ما كانش بالفعل اقوى دوري في العالم. ويحسب الحقيقه لبيب جوارديولا تالق كبير جدا سواء مع البارسا في بداياته او مع البايرن ميونخ في البوندسليجا او طبعا في البريمير ليج مع المان سيتي. يمكن هو فاز قبل كده برضه بنفس الجائزه دي في موسم 2017 2018 وفاز بيها كمان في 2018 2019، ويعتبر بكده جوارديولا هو ثالث مدير فني يتوج بجائزه افضل مدرب في البريمير ليج ثلاث مرات. اللي سبقه او اللي حقق الانجاز قبل كده كان ارسن فينجر طبعا المدرب الشهير للارسنال، والبرتغالي طبعا جوزيه مورينيو مع تشيلسي، وعلى راس القائمه طبعا اسطوره التدريب في انجلترا وفي العالم كله اليكس فيرجسون اللي حقق اللقب ده 11 مره. يمكن كانت هي الفتره الذهبيه لنادي مانشستر يونايتد، قدر فيرجسون ان هو يحقق اللقب ده 11 مره قبل كده.